إذن الأوركسترا الوطنية هي اللي عم تعزف وهذه الألحان الحزينة المواكبة لتجمع أهالي الشهداء، وكمان حنكفي نسمع. Thank you.
إذن مشاهدينا الكرام، عم نتابع معكم هذه المسائية التي تحيي ذكرى 4 آب المشؤوم بطريقة مختلفة هذا اليوم.
إذن مشاهدينا حنتابع معكم هذه المسائية الخاصة اليوم 8 آب. أرادوا أن يكون عنوان للعدالة بعد ما كان 4 آب إحياء ذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت. رح نشوف ريما. يعطيك العافية. وين من خيك؟ قلت لي أول مرة بيشارك اليوم. سعد. خلينا نشوف كيفك يا سعد. سعد. سعد حبيب قلبي ابن الشهيد أمين الزاهد. أول مرة بيجي من بعد سنة، من بعد 12 شهر من مطالبتنا للحقيقة. سعد اليوم بكل قوته أنه جاي يطالب بحقيقة ليعرف مين قتل أبوه بعد 12 شهر. لابس الجلاء. كيفك يا سعد؟ قد عمرك؟ عرفني عنك أول شيء. اسمي سعد الزاهد، عمري 12 سنة. أول مرة بتجي؟ قبل ليه ما كنت تجي؟ ما كان فيني. كنت متأثر كتير وهلا عم تحاول تتغلب على هذا الموضوع وكل همك إنه تجيب الحقيقة. مرحبا، حننطر دقيقة بس مشان البث المباشر. لبسها اليوم. شو بتعني لك؟ هيدي كان يلبسها بابا طيب كان يروح الشغل. بتحسها ذكرى حلوة منه هيك لألك؟ ذكرى كتير حلوة كانت. شو بتقله اليوم للشهيد بابا؟ بحبه الله يرحمه. انت بدك تكفي دراستك، بدك تثبت له انه انت حتكون شيء منيح بالمستقبل. ان شاء الله. شو ناوي تعمل؟ بتفكر بس تكبر شو تعمل؟ شو؟ ضابط. كان يقول لي دايما فوت لضابط دراسة دراسة تفوت ضابط. وضابط كمان في خطورة بحياته، رغم هالشي انت ما عندك مشكلة ابدا. عندي. شو بتقول للناس اللي عم يحضروك لأول مرة؟ بتقول لهم يوقفوا معكم لحتى تكفوا هيدا الموضوع لحتى توصل للحقيقة. بأربع آب كنت مبسوط بحشد الناس. حسيتوا الناس واقفين معكم؟ ايه ان شاء الله كلهم لازم يوقفوا معنا. انا حابة زيد وقول للشعب اللبناني كل يوم في 4 آب، ما لازم 4 آب توقف عندهم بيوم معين بس، لا لازم كلياتهم يعرفوا انه نحن بعدنا ما وصلنا للحقيقه، بعد الحصانات ما سقطت، بعدهم ما وقفوا عند القاضي لحتى يتحقق معهم. بدي رد شوي على اكثر من حدا سياسي كان عم يحكي من خلال هذه الفتره امبارح واولى وقبلها وقبلها. بدي اقول لهم مجزره مرفق بيروت هي احق انها تكون بالمرتبه الاولى انه يطالبوا فيها. حاج بقى يوقفوا ورا زعاماتهم وورا مطارحهم كلياتهم وكل حصاناتهم بيسقطوا وقت لما يكون في مطالبه للحق والعداله والحقيقه. حاج كل واحد يجي يسيس الموضوع ويجي يقول القاضي مسيس ولا قضيتنا مسيسه، بكفي لازم يوقفوا لهون وبس. نحن قضيتنا هي سني وشيعي ومسيحي ودرزي، ها قوتنا خوفهم هن منا نحن، لانه نحن هون بهيدي الموقف. نحن ما جاي عم نطالب لا بالمسيحي لحاله ولا بالمسلم لحاله ولا بالدرزي لحاله ولا بالشيعي لحاله، نحن كلياتنا ايد وحده وبعدنا حنطالب ونضلنا نطالب بالحقيقه والعداله. شكرا كثير لك وحنكمل هذا النشاط ايضا. كل هيدا مجرم واحد وحيكون في كلمه، ولانه ما في حل للقيس سيلفانا اللي باسم اتحاد المعوقين. ايد واحدة سوا ما في حل تاني. نحنا بنعمل الوطن والوطن بيعملنا، نحنا مزروعين فيه وهو مزروع فينا. لهيك كان خيارنا اليوم نحط ايد بايد مع كل المجموعات التانية يلي موجودة هون لحتى سوا نجيب العدالة للكل ونحاسب كل مرتكب، ولحتى سوا المجرم الأساسي يلي هو المنظومة الفاسدة نتصدى لها ونعيد صياغة المنظومة بطريقة تليق فينا وتساوي بين كل الناس وتمحي نهائيا كل أثر للظلم وللموت وللتعذيب
ومثل ما قال زميلنا امبارح انه قتل الزهور ما ممكن ياخر الربيع. ها نحن نقف اليوم بعد سنة على الجريمة المروعة التي هزت مدينتنا ولا تزال جراحنا مفتوحة. نقف اليوم لنطالب بعدالة، بعدالة مفقودة، لنطالب بمعاقبة مرتكبي الجريمة الذين يسرحون ويمرحون وكأن شيئا لم يحصل. تحميهم الحصانات ولا يمكن ليد العدالة أن تصل إليهم. نقف لنطالب بالتعويض العادل عن دماء الشهداء والجرحى، لنطالب بحقوق الجرحى الذين استجدت لديهم إعاقات ومن حقهم أن يستردوا حياتهم الطبيعية، من حقهم أن يحظوا برعاية الدولة الغائبة عنهم، من حقهم أن يمحوا آثار الجريمة التي تركت أثارها على أجسامهم ونفسياتهم. لكن هل من مجيب؟ لعل ما هو أكثر قسوة من الانفجار تلك اللامبالاة الرسمية التي لحقت بذوي الشهداء وبالجرحى. إن الألم الناتج عن اليأس من الحصول على أبسط الحقوق، من الوصول إلى الحقيقة، من محاسبة المجرمين، هو أكثر قسوة من ألم الانفجار نفسه. إن الألم الناتج عن فقدان الإحساس بوطن لجميع بناته وأبنائه هو ألم لا يحتمل ولا يمكن أن يقاس، وهذا لم نقبل به، لم نقبل ولن نقبل به. إن صرختنا اليوم تحذير للسلطة الحاكمة وللمنظومة المسؤولة عن الانفجار وما تلاه من إهمال، والمدخل الطبيعي للوصول إلى الحقوق هو محاسبة المرتكبين، المكان الطبيعي للمجرمين هو وراء القضبان في السجون وليس في الوزارات والإدارات الرسمية. هذا مطلبنا ولن نسكت عنه. لن تستقيم العدالة بدون إنصاف الجرحى الذين استجدت لديهم إعاقات والتعويض العادل عن الجراح وعودتهم إلى الحياة الطبيعية باستقلالية وبدون منا من أحد. كذلك لن تستقيم العدالة بدون إنصاف الأشخاص المعوقين عامة عبر تطبيق التشريعات وإشراقهم في كل ما يعنيهم من ميادين الحياة. إننا نطلق هذه الصرخة التحذيرية وستليها وقفات أخرى، ووصولا إلى العدالة المنشودة، وصولا إلى وطن نحلم به لا مكان للمجرمين والمرتكبين فيه، العدالة لشهداء وجرحى الانفجار، العدالة لضحايا التهميش على مر العقود الماضية. العدالة حقنا ولا عدالة من دوننا. شكرا. إذا استمعنا لسيلفانا اللئيس من اتحاد المعوقين اللبنانيين، ومن المفترض أن يكون بعد في كلمة أخيرة ل. وهلا كلمة مع الزميل إبراهيم حطيت. إبراهيم حطيت. ممثل جمعية أهالي الضحايا. إذا رح نستمع أيضا للكلمة. يسعد مساكم جميعا. رغم انه المناسبة أليمة، انا بتشكركم كلكم اليوم على التعب اللي تعبتوه، بتشكر الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة، بتشكر عوائل الشهداء وكل الناس اللي تضامنوا معنا وتعبوا ومشيوا. بدي خبركم شغلة بسيطة بس هي رمزيتها كتير كبيرة. والدته للشهيد محمد علاء الدين لحجة الجمال امرأة بمنتصف
السبعينيات، كانت طول الطريق ماشي معنا، الطريق اللي مشينا فيها وتعبنا. كانت طول الطريق ماشي معنا وأنا عم شجعها كل شوي إلا يلا حنوصل يلا حنوصل، تقلي هي إن شاء الله، تاري ما عم تقلي إن شاء الله نوصل لهذا المكان، هي قصدها نوصل للحقيقة والعدالة. بهذا المكان تخنقنا الدمعة، منحس بالغصة. هيدا المكان لشهد التفجير القاسم، تفجير لأودى بحياة حوالي 220 شهيد و 6500 جريح ودمر نص العاصمة. هيدا المنطقة اللي انتو هلأ فيها كانت كلها مدمرة، كانت بيوتها مليئة بالجرحى والضحايا والشهداء. شو ذنبهم؟ ولا شيء إلا أنه عايشين بدولة الفساد. حقيقة أنا هون بختنق لما أحكي بالعواطف، كنت مناوي أحكي سياسي بس مضطر حتى ما أحكي كتير بالعواطف لأنها بتخنقني وما بدي أبين ضعيف، لأنه إن شاء الله بعمري ما حكون ضعيف، حأحكي بالسياسة. من المعيب بل من المخزي أمام هول الجريمة وبشاعتها أن يصر البعض ممن يعتبرون أنفسهم أنصاف آلهة على التمسك بحصاناتهم السياسية والطائفية والحزبية والنيابية، متجاوزين أوجاعنا وآلامنا ودموع أيتامنا وأراملنا، متسللين للزواريب القانونية التي يفصلونها حسب مقاساتهم ليضللوا الرأي العام بمتاهات مجلس محاسبة الرؤساء والوزراء الميت أصلاً من سنة 91 إلى مجلس القضاء الأعلى وصولاً للجنة التحقيق البرلمانية، حيث يكون فيها الخصم هو الحكم. أنا عم بعاني مشكلة بالضوء لأني كتبتها بسرعة. ثم تتتالى تصريحات الثعالب، كل يعلن استعداده لرفع الحصانات بطريقة لما بده يجوز بنته بيرفع مهرة، في محاولة مكشوفة للهروب للأمام. أيها الكاذبون المنافقون، إن كنتم حقاً تريدون إسقاط الحصانات فأقرب طريق إلى ذلك الذهاب للهيئة العامة لمجلس النواب والتصويت على ذلك، لنعلم ويعلم اللبنانيون جميعا من هو الصادق ومن هو الكاذب فيكم، وباقي ما تبقى مجرد مناورات مكشوفة يراد منها تسجيل النقاط في لعبة الانتخابات. اسمعوني جيدا، وللمرة الخمسين أقولها وألتزم بها مع عوائل الشهداء، دمنا ليس للبيع، لا مساومة على دمائنا، ونحن نرفض تسييس قضيتنا والمتاجرة بها. نحن أولياء الدم، لم ولن نسمح لأحد بتبني قضيتنا واستعمالها بالاستهدافات السياسية
لتسجيل النقاط على هذا الطرف أو ذاك الطرف. أبعدوا قضيتنا عن سياساتكم الضيقة وأحقادكم القذرة، فسياساتكم لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد. كل ما يهمنا في هذه القضية هو الوصول للحقيقة، لحقيقة من تسبب بقتل فلذات أكبادنا وتقطيع أطراف هؤلاء الشهداء الأحياء ليحملوا أوجاعهم مدى الحياة، فضلاً عن تدمير نصف العاصمة وترويع وتهجير أهاليها. وكل ما نطالب به هو العدالة لهؤلاء، لترتاح أرواح شهدائنا وضحايانا. فهل نطالب بالمستحيل من حقيقة وعدل وعدالة في هذا البلد، في بلد أدمن مسؤولوه على تضييع الحقيقة وتضييع العدالة؟ لن نناشدكم ولن نتوسل إليكم ولن نتسول منكم هذا الأمر، بل سننتزعه من عيونكم انتزاعا، سننتزعه من عيونكم انتزاعا. فنحن قوم ميتون ميتون، متنا يوم فجر فسادكم مرفأ بيروت، متنا يوم فجر فسادكم مرفأ بيروت ودفنت أرواحنا مع أحبائنا. كذلك توقعوا منا كل شيء، كل شيء. نحن نعلم أنكم ستتحصنون خلف دروعكم بوضعنا بمواجهة إخوتنا في القوى الأمنية، ومع تقديرنا أنهم مضطرون للقيام بواجبهم الوظيفي، إلا أننا سنضطر لمواجهتهم مهما كلفنا الأمر. سنضطر لذلك آسفين، حفاظا على حقنا وحق دماء شهدائنا التي لا ولن نسمح أن تذهب هدرا. نعم، قرارنا استهداف بيوت كل من لا يمتثل للعدالة، بل كل من يساعد على ذلك، فانتظرونا. وأخيرا، المشهد الذي شاهدناه في 4 آب حقيقة بيكبر في القلب رغم بعض الشوائب التي حصلت خلاله، ورغم أن العديد دخلوا على خط تصفية الحسابات الداخلية والأجندات الخاصة، إلا أنه لم يستطع أن يشوش على المشهدية العامة لخروج الشعب اللبناني النظيف والمؤيد لقضيتنا. لهؤلاء ألف ألف تحية حب وامتنان وشكر وتقدير، وأتمنى عليهم جميعا مساعدتنا بالوقوف دوما إلى جانبنا، كي لا يكون 4 آب مجرد ذكرى سنوية. نعم، كان 4 آب يوم استفتاء سنبني عليه في الأيام القادمة، وهنا نجدد الثقة بالقاضي الشجاع النزيف طارق بيطار، ونقول له لن نتركك وحدك، ونعلم ما تتعرض له من ضغوطات. فامضي، فالتاريخ سيسجل اسمك بأحرف من ذهب. يعطيكم ألف عافية عوائلنا، الناس المتضامنين معنا، جرحانا، ممثلي مفقودي الحرب اللبنانية. وبحب أتشكر فرقة زقاق على التنظيم وعلى الأمور اللي قدمت لنا إياها، ألف شكر لهم. حنختم بخاتمة نهائية للموسيقى الجنائزية، يا ريت تكون وقوفا لو سمحتوا. شكرا لكم.
إذا مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك، كنا معكم بهذا النقل المباشر من الساعة 5 حتى هذه اللحظة 8:30، 3 ساعات ونصف من نشاطات مختلفة لأهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت اللي بلشوا من ساحة الشهداء بمسيرة على المرفأ، دخلوا إلى المرفأ وخرجوا بنعوش رمزية، ومن ثم انتقلوا مع الجمعيات المشاركة بهذا التحرك وساروا بكل المناطق المحيطة بمرفأ بيروت، وهلا خلصوا هذا النشاط. كان معكم هذه التغطية ربيع شنطف عبر الميكروفون وفراد مكامل عبر التصوير، إلى اللقاء. وهيدي محطة صغيرة والمشوار طويل ومكملين.